بيكم. اي حد شغال في العمليه التصديريه او الاستيراديه لابد يكون ملم بعنصر فاعل في هذه العمليه، وهو عنصر الشحن. هتشحن بضاعتك ازاي؟ الشحن عاده بيكون عبر ثلاث وسائل مشهورين جدا، الا وهو يا اما شحن جوي بالطائرات، او شحن بحري بالحاويات والناقلات، او بيكون عبر شحن بري بالقطارات والسيارات. هنتكلم في الحلقات القادمة إن شاء الله عن أشهر وسائل الشحن، وهو الشحن البحري اللي بيتم عن طريق الحاويات، أو جزء منه طبعا بيتم عن طريق الحاويات. هنتكلم عن أشهر أنواع الحاويات باختصار شديد. أهم نوع عندنا الحاويات الدراي العادية اللي هي الحاوية 20 قدم، طولها 20 قدم، وعندنا حاوية 40 قدم، وعندنا حاوية 40 قدم هاي كيوب، وعندنا حاوية 45 قدم هاي كيوب، وعندنا طبعا بعد كده الحاويات اللي هي ذات طابع خاص او سبيشال اكويبمنتس، اللي هي زي الاوبن توب اللي هي مفتوحه من فوق، او الفلات راك مفتوحه الجوانب، او حاويات البلاتفورم اللي هي ما فيهاش جوانب خالص، او عندنا التانك كونتينر اللي بيتحط فيه السوائل، او عندنا الاوبن سايد كونتينر مفتوح من الجانب، او عندنا الريفر كونتينر اللي هو بيتحط فيه المجمدات او اللحوم او المواد الغذائيه. الريفر كونتينر دي اشهر انواع الحاويات. في الحلقات القادمه ان شاء الله هنتناول كل نوع منها بالتفصيل، يكون عندنا معلومه مبسطه ونعرف معلومات عامه تفيدنا في شغلنا وفي مجالنا ان شاء الله. اشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.